والله أنا اليوم جد سعيدة بتواجدي اليوم في هذه المدرسة الصومول بوكم. شفت حوايج ما نعرفهم، شفت إيجابيات ما شاء الله عليهم. الحاجة المليحة أنهم دمجوا هذه الفئة باش كما يقولوا دمجوهم في المجال التعليمي ودمجوهم ما شاء الله الرياضي باش يكون إنسان طبيعي عادي، لما يخرج للمجتمع حيكون إنسان عادي، ودي الحاجة المليحة. الدمج هو أهم شيء، يعني الدمج الرياضي باش يطور نفسه، الدمج التعليمي باش يطور نفسه، والدمج الرياضي باش يكون واجد نفسيا جسديا باش كيخرج المجتمع يكون زيه زي اي انسان عادي. صافي بليزير نكونوا متواجدين اليوم هكا، وان شاء الله لما لا يكونوا ابطال دول الهمم يخرجوا من منا ان شاء الله. ان شاء الله. كيفاش كان الاستقبال تاعك في الولايه بعد ما حصلتي على هذه الميداليه؟ كيفاش كان الاستقبال ديالك من طرف الولايه، من طرف ابناء الحي ديالك؟ كيفاش كان؟ والله كان استقبال جيد الحمد لله، وان شاء الله فيه تكريم ان شاء الله من ولايتي ولايه ميلا. نقول لهم يعطيكم الصحه لكل الشعب الجزائري والولايه خاصه، وما نساوش يعني معالي وزير الشباب والرياضه ورئيس الجمهوريه على الدعم الدائم لينا. نقول لهم يعطيكم الصحه.